القضية الفلسطينية تجمعهم، أطفال ونساء، شيوخ ورجال اجتمعوا في العاصمة الفرنسية باريس للتعبير عن غضبهم جراء جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مطالبين بملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها لارتكابها مجازرة بحق الشعب الفلسطيني. لا يمكن استعمار الشعوب وسلب أرضهم وعاصمتهم ومحاصرتهم اقتصاديا دون أن يكون هناك نتائج. هذا غير موجود بالعالم. أدعو الإسرائيليين إلى الحل، لكني لا أثق بسياسة نتنياهو، وأطلب من الحكومة الفرنسية الضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته والتوقف عن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه. كل تضامن مع أصدقائنا الفلسطينيين، كل التضامن مع فلسطين. الوضع رهيب ومخيف في غزة والقدس والضفة ومدن 48، وهنا في فرنسا كما في فلسطين نشاطات المجتمع المدني مهمة، ونشاطاتنا في فرنسا مع أصدقائنا الفلسطينيين من أجل إيجاد مستقبل أفضل وتثبيت الحقوق الفلسطينية. ساحة الجمهورية التي ترمز للحرية تتعالى أصوات من داخلها تطالب بتحقيق العدالة لفلسطين ومقاطعة إسرائيل على كافة الأصعدة، وسط دعوات مؤكدة على أن الوحدة الفلسطينية هي الطريق الصحيح التي ستؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. رغم الصمت الدولي، نحن هنا لإظهار دعمنا ومساندتنا، وما يحصل للفلسطينيين غير إنساني ويجب عدم السكوت عليه. نحن مع الشعب الفلسطيني لأن ما يحصل له غير إنساني، وتضامننا ليس على أساس ديني وإنما على الأساس الإنساني، وندعو جميع الدول على دعم الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على أرضه وهويته ومنع طرده من أرضه. على الصعيد الرسمي، تعتزم فرنسا تكثيف جهودها لاستئناف الحوار من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار القانون الدولي المتمثل بحل الدولتين. الآلاف هنا في ساحة الجمهورية للتعبير عن مساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني والمطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال. إبراهيم لحموز، تلفزيون فلسطين، باريس.